المحتلة 9 دقائق وثانية وست أجزاء من الثانية. سلام يتلة سلام هنا أيضا ويسجل التوقيت الأفضل هنا أيضا في أول أشواط الإنتاج للجعدان في المهجنات الأصايل. المركز الثاني كان أيضا أعزائي المشاهدين متابعين الكرام كان من نصيب شعال بن منانة يتقدم مع جزاع مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير على اكتبي ب9 دقائق لحظات الوصول إلى خط النهاية. هنا أيضا معلن هذا الفوز والتحدي على مستوى المركز الثاني هنا أيضا في هذا المهرجان الغالي. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية هنا أيضا ولحظات الإعادة 9 دقائق. هناك أيضا 9 دقائق 9 ثواني 7 أجزاء من الثانية توقيتنا أيضا للمركز الثاني. بينما المركز الثالث وصول وتقدم هناك أيضا حضر أهالي مصانع الجنوب هنا يتقدمون في هذه اللحظات على المركز الثالث مع شاهين مبارك بن محمد بن مبارك من طماطم العفاري بتوقيت زمني 9 دقائق 12 ثانية جزئين من الثانية. فتهانينا والنمس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم أيها المتابعون أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة الشوط الخامس للإبكار الإجذاع المحليات لفئة الإنتاج. بدأ هذا التحدي في هذا المهرجان الغالي الذي يحمل اسم غالي اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. زايد التاريخ زايد الفخر زايد البطولات زايد الإنجازات من أسس هذا الكيان العظيم. على بركة الله أعلنت الانطلاق مباشرة مع المركز الأول ليتابع الصايل حمدان بن راشد بن سالم الشامسي من يقدم الصايل مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة الضبي أحمد بن عبيد بن نورة العامري هو الحاضر مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة امتياز سعيد بن بخيت بن ناصر العامري قادم بكل قوة. بينما المركز الرابع أتابع سمحة سالم بن خليفة بن محمد الدرعي هو الحاضر. بينما الانتقال إلى المركز الخامس لأتابع انطلاقة وتقدم في هذه اللحظات غزلان محمد بن شطيط بن مصبح الاكتبية قادم مع غزلان. المركز السادس القادمة والحاضرة أتابع انضمام وانطلاق الذيب علي بن عبيد بن سعيد السبوسي هو الحاضر مع الذيب. بينما المركز السابع القادمة والحاضرة أتابع انطلاقة ديمة يا ديمة مرحبا بديمة ومرحبا بشعار ديمة محمد بن الطماطم بن حمد العامري مقدما لديمة في هذه اللحظات. المركز الثامن القادمة والحاضرة وتابع انطلاق التركيز حمد بن نهيان بن سالم العامري هو الحاضر. المركز التاسع القادمة جمايل هي الحاضرة هي المنضمة
هم سلطان بن علي بن عمير الكتبية والمركز العاشر. يا يسمى قادمة احضرت الشهامة مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبية. هكذا هي النتيجة للعشرة النجوم الباحثين عن الفوز وعن الناموس. معركة الكبار، معركة العمالقة، ياهو تحدي العودة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى سمحة مع الصدارة. سالم بن خليفة بن محمد الدرعي يقدم لنا سمحة مع المركز الأول مع الصدارة، بينما القادمة أتابع الذيبة علي بن عبيد بن سعيد السبوسي قادما مع الذيبة المركز الثالث. القادمة غزلان محمد بن شطيط بن مصبح الكتبية مقدما لغزلان مع المركز الثالث. المركز الرابع امتياز هي القادمة، سعيد بن بخيت بن ناصر العامري قادم بكل قوة. المركز الخامس القادمة والحاضرة ديمة محمد الطماطم بن حمد العامري. ياهي خماسية، ياهي تحدي، ياهو صراع بدأ الانطلاق. العودة إلى سمحة، سمحة مع الصدارة، ما زال الدرعي يقدم أجمل العروض. 1200 يا للإجذاع، 1200 يا من تتابع، يا من تراقب. سمحة وسالم بن خليفة بن محمد الدرعي، بينما اللي قادمه اللي حاضر الذيبه علي بن عبيد السبوسية. الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، يا السبوسية يا الدرعي يا مالك سمحه يا مالك هذا الشعار يا مالك. متابعينا الكرام، الذيبه وايضا غزلان قادمه بكل قوه. بدأ التحدي، بدأ الصراع، الفوز وين؟ سمحة 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 مع الصدارة، الذيبة قادمة، ولكن مرحبا بالقادمة، مرحبا باللي حضرت، احضرت نسيم احمد بن راشد بن محمد المنصوري. بدأ بالمغادرة، بدأ بالاقلاع، بدأ بالطيران مع نسيم، مع نسيم، نسيم المنصوري، المنصوري. اي تحدي المنصوري، عادت سمحة، عادت سمحة، 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 نسيم، نسيم وسمحة، سمحة ونسيم. اللحظات الاخيرة، اللحظات الخطيرة، ما بين المنصوري، ما بين الدرعي، الدرعي، المنصوري، سمحة، سمحة، ولا نسيم، 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 المنصوري. الله، الله يا المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سمحة، سالم بن خليفة بن محمد الدرع المركز الثالث. المركز الثالث كانت الفائزة هادف بن عبيد المنصوري. المركز الرابع أوصلت مع المركز الرابع كانت طماعة عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي. المركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس جمايل سلطان بن علي بن عمير الكتبي. إذا انتهانينا والناموس لمالك نسيم أحمد بن راشد بن محمد المنصوري. شعارك يا بسم من قدم نسيم واختطف هذا الفوز. التوقيت الزمني 9 دقائق 13 ثانية، جزء وحيد من الثانية. سلام للوثبة، سلام. بينما اللي احتلت المركز الثاني سمحة، سالم بن خليفة بن محمد الدرعي، وتوقيتها 9 دقائق.
13 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سمحة سالم بن خليفة بن محمد الدرعي. المركز الثالث كانت مع المركز الثالث الفائزة هادف بن عبيد بن ماجد الضحاك المنصوري وتوقيت وزمن 9 دقائق 15 ثانية. 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.